جددت الإدارة الأمريكية تأكيد دعمها الدائم للشرعية. جاء ذلك خلال مهاتفة لمساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ستيوارد جونز مع الرئيس هادي. الوزير الأمريكي أكد في اتصاله استمرار جهود واشنطن بدعم جهود الشرعية الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة. يتزامن هذا الموقف الأمريكي مع ذكرى اجتياح ميليشيا الحوثي للمحافظات الجنوبية في مارس 2015، حيث سيطر الحوثي بمساعدة قوات المخلوع على لحج ثم عدن بعد أن فجر الوضع في تعز، وهو الاجتياح الذي استدعى تدخلا خليجيا بدعم لوجستي من واشنطن. وبحسب وكالة سبأ الشرعية، فإن الوزير جونز اتهم إيران بتهريب أسلحة للحوثي وتهديد السعودية، موضحا أن واشنطن تقف مع الشرعية في ضرورة وضع حد لتدخلات طهران وأدواتها في اليمن. الاتصال الأمريكي أتى في سياق متصل مع تصريحات للواء أحمد عسيري الناطق باسم قوات التحالف العربي. أشارت التصريحات إلى حصول دول التحالف على التزام من قبل الإدارة الأمريكية الجديدة بزيادة مستوى التعاون الأمني في مواجهة إيران والإرهاب في اليمن. تبدو طهران إذن نقطة التقاء بين الشرعية وواشنطن والرياض، حيث يجمع الأطراف الثلاثة على خطورة التدخلات الإيرانية في اليمن على الأمن الإقليمي للمنطقة.